نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. وزارة المالية تصدر مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة القادمة، وفي النشرة نستعرض أبرز ملامح المشروع وتوجهاته. وزارة التشغيل والتكوين المهني تؤكد أن كل هياكل الدولة مجندة لتذليل العقبات أمام باعثي الشركات الأهلية. إعادة فتح الموقع الخاص بالنقل بين مختلف المؤسسات التربوية النموذجية بداية من اليوم وإلى غاية الأحد المقبل. هذا وطنيا، أما في العالم، استشهاد 5 فلسطينيين فجر اليوم في محافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أصدرت وزارة المالية أمس مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، واللذين تضمنا مشاريع ميزانية المهمات باعتماد الأهداف المضمنة بالمخطط التنموي 2023-2025 والاستراتيجيات الوطنية وتوزيعها حسب البرامج، مع إعطاء الأولوية للقرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المعلن عنها. وتنبني التوجهات التي تضمنها مشروع قانون المالية وميزانية الدولة بالأساس على مواصلة العمل على التحكم في كتلة الأجور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي. أبرز ملامح مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة القادمة في الورقة التالية. توجه مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة القادمة نحو مواصلة اعتماد سياسة التعويل على الذات للحفاظ على توازنات المالية العمومية. ويدفع مشروع القانون نحو مزيد العمل على ترشيد استهلاك الطاقة واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة، خاصة بالنسبة إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية ذات الاستهلاك المرتفع. ويركز المشروع كذلك على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة عبر تدعيم نفقات التدخل في الميدان الاجتماعي والترفيع في عدد العائلات محدودة الدخل المنتفعة بالتحويلات المالية، مع الترفيع في مبالغ المنحة المسندة لكل عائلة. وبخصوص دعم المواد الأساسية، تضمن المشروع مواصلة العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم، كما تضمن تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتشجيع الفلاحين على الاستثمار في زراعات جديدة مقاومة لهذه التغيرات وإعطاء الأولوية لدعم منظومة الحبوب. ويرتكز مشروع قانون المالية للسنة القادمة على مواصلة الإصلاح الجبائي عبر إعداد تصور جديد لإرساء نظام جبائي عادل يتماشى مع أولويات المرحلة وأهدافها والرؤية الاستراتيجية للبلاد التونسية. عقد مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس اجتماعا أعلن خلاله انطلاق لجان المجلس الست في الإعداد لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2025 ومنوال التنمية، إثر سلسلة من اللقاءات مع رؤساء مجالس إدارة عدد هام من الشركات الأهلية بكل من القيروان والمنستير وسيدي بوزيد وباجة وجندوبة والمهدية. أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسن جبالة عزم وزارة التشغيل والتكوين المهني الإعلان قريبا عن فتح باب التسجيل للانتفاع بمنحة شهرية تهدف إلى دعم نسق أحداث الشركات الأهلية المحلية والجهوية، وشددت على أن كل هياكل الدولة ومصالحها مدعوة لتذليل العقبات التي تعترض باعثي الشركات الأهلية. تم خلال جلسة عمل أمس جمعت وزير الشباب والرياضة صادق المرالي بأعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي تسوية عدد من المطالب المهنية لفائدة سلك أساتذة التربية البدنية ومهن الرياضة، من ذلك منحة العودة المدرسية والعمل الدوري إلى جانب نظام الترقية. الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي
محمد الصافي. تناولنا جملة من النقاط تعلقت بتحيين منحة العودة المدرسية. اتفقنا على أن تصرف هذه المنحة في أقرب الأجال بعد أن يقع إصدار الأمر من رئاسة الحكومة. كذا الأمر بالنسبة إلى تنزيل منحة مستلزمات العودة المدرسية مع أواخر أكتوبر بالنسبة إلى زملاء التربية البدنية. ملف زملائنا مهن الرياضة وتم الاتفاق على التعجيل باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بترقيات زملائنا. هناك عديد النقاط المتعلقة بالتفقد الذي سيتم فتح المناظرات في هذا الباب بعد انقطاع استمر لسنوات طويلة. عاهدنا على أن نتناول كل المسائل العالقة في علاقة بمنحة العمل الدوري التي طالبنا بصرفها في أقرب الأجال وفتح باب الترقيات الذي سيكون في غضون الأسابيع القادمة. كما أعلن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي استئناف محادثات المترشحين لخطتي مديري ونظار المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية غدا وبعد غد بولايتي تونس وصفاقس. ستستأنف محادثات النظار والمديرين التي قاطعناها نحن كجامعة عامة، وفعلا ستستأنف في مركزين اثنين. المركز الأول سيكون بجهة تونس والمركز الثاني سيكون بجهة صفاقس، وذلك لتسهيل تنقل الزميلات والزملاء، خاصة وأن العودة المدرسية ستكون بعد أيام قليلة. استئناف المحادثات سيكون يومي الخميس والجمعة 12 و13 سبتمبر. هذا وتم الاتفاق أيضا على أن يجري زملاؤنا التكوين خلال الأيام القادمة، وأن تعيين الزميلات والزملاء في خطتين ناظر أو مدير لن تكون إلا بالتناظر بين جميع الزملاء قبل موفى شهر سبتمبر. تربويا دائما، تعيد وزارة التربية بداية من اليوم وإلى غاية يوم الأحد المقبل فتح الموقع الخاص بالنقل بين مختلف المؤسسات التربوية النموذجية، وذلك عبر الموقع parents.education.tn، وينتظر إعلان نتائج هذه النقل في 18 من سبتمبر الجاري. أكدت الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أن 57% من الأطفال في تونس غير مؤطرين ولم يلتحقوا برياض الأطفال ما قبل الدراسة، ولاحظت أن السنة الدراسية الجديدة شهدت تراجعا في عدد الأطفال المسجلين في رياض الأطفال. رئيس الغرفة نبيها كمون. السنة الدراسية الحالية لدينا عديد المشاغل بالنسبة لعدد الأطفال في تقلب الرياض بسبب عدد الولادات نزل على قبل شطوا المدارس الخاصة على الأقسام التحضيرية وكذلك على الأربع والثلاثة سنوات. عدد الرياض المتواجدين في الجمهورية بأكملها ما يقارب 6000 روضة. عدد الأطفال المسجلين 240,000 طفل يمثل بس 43% من أطفال تونس. 57% من أطفال تونس ليسوا مؤثرين ولا يتلقون التربية ما قبل المدرسية. كامل تراب الجمهورية أرياف ومدن، هذايا لازم نخدموا عليه بجدية كقطاع خاص وقطاع عام لتخطيط عدد هذا وإيجاد الحلول لكل الأطفال. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. أهلا بكم من جديد في أخبار العالم. استشهاد 5 فلسطينيين فجر اليوم في محافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة كانوا يستقلونها. متحدث باسم الأمم المتحدة ينادد أمس بتوقيف إسرائيل تحت تهديد السلاح قافلة تابعة للمنظمة في غزة لساعات طويلة عند نقطة تفتيش لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن أعيرة نارية أطلقت كما صدمت جرافة مركبات تابعة للقافلة. حزب الله يعلن قصفه شمال إسرائيل بالصواريخ والمسيرات ردا على مقتل قيادي في صفوفه بغارة إسرائيلية شرقي لبنان.
سياسيا، الفلسطينيون في الأمم المتحدة يشغلون أمس مقعدهم الجديد في الجمعية العامة، حيث باتوا يجلسون حسب الترتيب الأبجدي لأسماء الدول، وهو أحد الحقوق الجديدة التي حصلوا عليها بعدما منعهم فيتو أمريكي هذا العام من أن يصبحوا دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية. اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس في القاهرة يشهد توافق دول عربية على التدخل رسميا لدعم الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. وفي بقية أخبار العالم، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس تتهم منافسها الجمهوري دونالد ترامب خلال مناظرتها معه أمس بسعي إلى تقسيم البلاد من خلال تأجيج التوترات العرقية. ودونالد ترامب يقول إن إسرائيل ستزول إذا ما انتخبت منافسته كامالا هاريس، مؤكدا كرهها لإسرائيل، الأمر الذي نفته هاريس بشدة. الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان يبدأ اليوم زيارة رسمية للعراق في سعي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في زيارته الخارجية الأولى منذ انتخابه في جويليا الماضي. 7:11 بتوقيت تونس، 9:11 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا ألف بشير ومرئيا عمر جبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. وقد جاء في هذه النشرة: وزارة المالية تصدر مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة القادمة، وكنا استعرضنا في النشرة أبرز ملامح المشروع وتوجهاته. وزارة التشغيل والتكوين المهني تؤكد أن كل هياكل الدولة مجندة لتذليل العقبات أمام باعثي الشركات الأهلية. إعادة فتح الموقع الخاص بالنقل بين مختلف المؤسسات التربوية النموذجية بداية من اليوم وإلى غاية الأحد المقبل. وفي العالم، استشهاد 5 فلسطينيين فجر اليوم في محافظة طوباس بالضفة الغربية المحتلة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب جغام. متابعة طيبة للجميع، إلى اللقاء.